اندفاع إيران نحو تثبيت نفوذها في سوريا تحول إلى تهديد للهويات المقيمة في حيز جغرافي معقد. ميليشيات إيران تواصل التمدد في محافظتي درعا والسويداء مع نشر مزيد من الأسلحة في هذه المنطقة. المهمة هذه تكفلت بها بحسب مصادر نداء بوست مجموعات من ميليشيا حزب الله ولواء فاطميون، إلى جانب كذلك الفرقة الرابعة وهي كلها تنتشر في هذه المحافظة. مصادر نداء بوست أكدت توزع الميليشيات في المخافر الحدودية مع الأردن متخفية بملابس قوات النظام السوري، وأمرت بمنع تواجد عناصر التسويات في هذه المنطقة. طهران راهنت على توسعها بمحافظة سويداء على ميليشيا حزب الله والفرقة الرابعة إلى جانب الأمن العسكري إلى أطراف بلدة خزمة أقصى الجنوب الشرقي، وذلك دائما بحسب نداء بوست. مضيفة أن إيران تمكنت من اختراق المنطقة عبر مجموعات محلية تتبع شعبة الأمن العسكري يتزعم أكبرها المدعو راجي فالحوط، غير أن فصائل محلية وحركة رجال الكرامة هاجمت مقر حركة قوات الفجر التابعة للمخابرات العسكرية التي يتزعمها فالحوط قرب بلدة عتيل شمالي محافظة السويداء. هجوم الفصائل المحلية هذا أنهى وجود مجموعة قوات الفجر في السويداء، لكن زعيم المجموعة فالحوط تمكن من الفرار. مصادر نداء بوست أوضحت أن تركيز إيران على السويداء باعتبارها موقعا استراتيجيا يسمح لها بتهريب المخدرات والسلاح عبر بعض أفراد عشائر البدو الذين تستثمر ميليشيا حزب الله بتنقلهم بحرية. في الأثناء حمل الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمة الهجري رؤساء الأفرع الأمنية في المحافظة مسؤولية ما يجري في السويداء من فوضى وشقاق، داعيا إلى عزلهم، وأكد أنه لن يقبل بخدش الموروث الاجتماعي، وصفا رؤساء الأفرع الأمنية بالمغتصبين لمناصبهم بسبب تصرفاتهم وممارساتهم البعيدة عن القانون.